بخطى ثابتة وبعزم وطيد تعمل مؤسسة مينتور العربية على تغيير قضايا تنموية واجتماعية ملحة وعلى النهوض بجيل شبابي واعد نحو مستقبل صحي وآمن. مينتور العربية هي مؤسسة إقليمية مركزها الرئيسي بيروت، وهي جزء من مؤسسة مينتور العالمية التي تأسست عام 1994 بالسويد برئاسة الملكة السويدية سيلفيا. وتتمثل أبرز أهدافها في تنمية قدرات الأطفال والشباب العرب على وقاية أنفسهم من السلوكيات الخطرة كالإدمان على المخدرات والعنف والتنمر والقيادة بشكل متهور. كل الدراسات اللي منقوم فيها وكل البرامج اللي منطبقها على الأرض هي متوحرة حول الوقاية. في برامج متعددة، برامج تطبق بالمدارس وفي برامج تطبق بالمجتمع بشكل عام يعني. والشيء اللي هلأ عم نلمسه إنه صار في وعي أكتر عند الحكومات العربية لإدراج هذه البرامج بمناهجها. تحقق هذه المؤسسة أهدافها من خلال برامج ومبادرات ترتكز على الفن والرياضة والثقافة، لذلك أطلقت المؤسسة منذ سنتين مسابقة الأفلام التوعوية القصيرة للشباب التي يطلب من خلالها التعبير عن موقف الشباب من كيفية الوقاية من السلوكيات الخطرة. بدل ما أنا كمؤسسة أقوم بإنتاج هيدا الفيلم وعممه على الكل، خليتهم هن يعبروا بالطريقة اللي بيفكروا فيها، بالكلمات اللي بيفكروا فيها، بالصورة. وكان في إقبال كتير منيح بأول سنة من خلال 100 مشاركة من أكثر من 12 دولة عربية، والسنة كمان صار في عنا أكثر من 200 مشاركة. هذا العام احتضنت الكويت حفل ختام مسابقة مينتور العربية للأفلام التوعوية القصيرة للشباب في نسختها الثانية، مسابقة كرست دور الفن في تسليط الضوء على القضايا المؤثرة في المجتمع. واختتم الحفل بتوزيع الجوائز على الفائزين الأوائل وفق علامات لجنة التحكيم وتصويت الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كانت المواضيع اللي طرحوها الشباب مختلفة وبتعبر عن الواقع اللي هن عايشين فيه. كان في كتير مواضيع لها علاقة بالعنف ضد المرأة، كان في كتير مواضيع لها علاقة بالتنمر، التنمر على الأطفال، كان في مواضيع فيما يختص بالتعاون مع ذوي الاحتياجات الخاصة. تأتي هذه المسابقة انسجاماً مع جهود المؤسسة وإيمانها الراسخ بأهمية تعزيز مشاركة الشباب وتفعيل دورهم في العمل المجتمعي ونشر ثقافة الوقاية بين الشباب العربي.